واحد وقع اتفاقية مع العدو الصهيوني اسمح لي يا إما يطلع من القاعة يا إما أنا سأغادر القاعة لأنني لا أسمح بمن وقع ومشيته للعدو. إذا سمحت أنت تخالف النظام الداخلي، أنت تخالف يا أبا عماد، أنت أستاذ قانون ونقيب وتخالف النظام الداخلي. شكرا لك. شكرا 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 شكرا. شكرا. أرجو عدم التكلم بدون استئذان. أرجو عدم التكلم بدون. صوتت على نقاش الموضوع، ستناقشه في جلسة أخرى. وحد الله. إذا سمحت لا كلام خارج النظام وخارج الاستئذان. إذا سمحتوا اللي بده يطلع يطلع حر، وانا ما بجبره. هذا نظام عليك. صوتوا مهم على النظام. صوتوا قول له صوتوا. ليش تصوت؟ بدهم يسووا هالحركه. يا اخوي ما في حكي هسه. الله يرضى عليك. الاستاذ اسامه القوابع تفضل. ما بصير الحكي زي هيك بالطريقة هاي. اقعد وخذ حكي. اقعد. انا اللي بقرر في نصاب ولا ما في النصاب. عندي ناس يقروا النصاب. اللي بده يطلع يطلع حره. انا مدور فائدة من وراء. انا ما بسمح بهذا الكلام يا عبد الرحمن. انا مش مدور فائدة من الحكومة. هاي الحكومة إذا بتفيد الشعب، مش بتفيدني أنا. لا تقول لي هالحكايات. أرجوك اقعد وخذ كلام إذا بدك. هذا الكلام لا يجوز. من أنتم تتكلمون من خارج النظام. اللي بده كلام يقعد ويطلب كلام. اللي بده كلام يقعد ويطلب كلام. يا زملاء بدكم تكملوا الجلسة في أسئلة وأجوبة؟ ما بدكم تكملوا الجلسة؟ انتوا حرين. تفضل أبو عبد الله. أستاذ خير أبو صعيليك. سعادة الرئيس، معالي الرئيس المحترم، يعني أنت قمت حرفيا بالتقيد بالنظام الداخلي وهذا شيء تشكر عليه، ولكن واضح أن رغبة الزملاء تتطلب مناقشة هذا المذكرة اليوم، ولذلك يعني المجلس سيد نفسه، وأنا أقترح أن نشرع في مناقشة الموضوع اليوم. أنا لا أستطيع تجاوز جدول الأعمال. في نواب لهم أسئلة وعليها أجوبة، ويريدون أن يعلقوا على هذه الأجوبة والأسئلة. قيم الكمامة. تفضل أخ فواز. شكرا معالي الرئيس. معالي الرئيس، أنت طبقت النظام الداخلي. علينا أن نستمع من الحكومة في الجلسة القادمة لمناقشة هذا الموضوع ونتفق على ذلك. لا نعمل على هذه الفوضى التي نعيشها الآن. سنعين جلسة خلال المدة النظامية لمناقشة هذا الموضوع. وشكرا. هناك أخ عارف. معالي أبو فيصل، أنا شايف أنه ما في نصاب قانوني للجلسة. ما في نصاب. نرفع الجلسة لمدة نصف ساعة. نعم. إذا حبيتوا تعقدوا جلسة نعقد جلسة، ما حبيتوا أنتوا حرين. لا، نصف ساعة يكون الله فارج. نصف ساعة ترفع الجلسة. أوكي.